بعد فرض أتاوات على محلات الذهب في صنعاء، هل عادت الجباية الإمامية بحذافيرها إلى العاصمة؟ لماذا تستمر الميليشيا بحربها على التجارة والتجار؟ وهل يوقف إضراب أصحاب محلات الذهب هذا التعسف الحوثي المستمر؟ فصل جديد من فصول الجباية الحوثية تشهده صنعاء، هذه المرة صوب محلات الذهب التي فرضت عليها أتاوات تحت لافتة الضرائب، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل أصحاب المحلات. تجار الذهب في صنعاء أعلنوا الإضراب الكامل عن العمل احتجاجا على فرض ميليشيا الحوثي ما وصفوه بالضرائب الكبيرة عليهم. المحلات التي شهدت إضرابا تركزت في العديد من الأحياء التجارية بالمدينة، من بينها سوق الدفع الذي يضم قرابة 30 متجرا للذهب وسط المدينة دون ما تحديد لموعد نهاية الإضراب. الضرائب التي تم فرضها تجاوزت نسبة الربح بحسب التجار، في ظل ما يقولون إنه انهيار يعيشه الذهب جراء ضعف الإقبال عليه بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها اليمن منذ الانقلاب والاجتياح. صنعاء مدينة مفتوحة على الجباية، رهينة من الناحية السياسية والعسكرية ومن الناحية الاقتصادية أيضا. يبدو فيها الوضع التجاري أشبه بحالة شلل منذ الانقلاب والاجتياح، ولم تزدهر فيها سوى السوق السوداء. صنعاء المحكومة منذ الانقلاب بلا نظام مالي، تسيرها توجيهات المشرف الذي يفرض الإتاوات على المحلات التجارية تحت لافتة الضرائب، وهي الجباية المعروفة كمسلك إمامي اقتصادي منذ أول قاوق إمامي حتى آخر شاص حوثي. عاد المسلك الإمامي بحذافيره في صنعاء من الجباية إلى رهينة الطاعة والعطف والرهينة السياسية والتجارية، وهذه المرة اتجهت الميليشيا صوب محلات الذهب لتفرض إتاوات باهظة باسم الضرائب، ما دفع كثيرا من محلات الذهب إلى إغلاق أبوابها. الضرائب الإضافية على تجارة الذهب من قبل الحوثيين في وقت يعاني القطاع التجاري في البلاد من الركود دفع تجار الذهب إلى الإضراب عن العمل وإغلاق محلاتهم، خوفا من فرض جباية تتجاوز نسبة الربح وربما نسبة البيع أيضا. استمرار التضييق على التجار ورؤوس الأموال من قبل الحوثيين وفق ثقافة الجباية التاريخية لدى الإماميين يذهب بصنعاء إلى مرحلة غير مسبوقة في تاريخها التجاري، وفي ظل وصول العديد من المحلات التجارية والشركات إلى حافة الإفلاس. في الوقت ذاته تسارع ميليشيا الحوثي الزمان في الإثراء غير المشروع لقياداتها ومشرفيها، محاولة بناء قطاع دخيل من رجال المال والأعمال التابعين لها على أنقاض قطاع رجال المال والأعمال اليمني. بحسب متابعين، عبر مراحل زمنية متقطعة منذ الانقلاب والاجتياح شهدت الحركة التجارية في صنعاء ركودا غير مسبوق، وشهد التجار وأصحاب محلات الصرافة مضايقات عديدة وصلت إلى التهديد، ووصلت بعض الحالات إلى اختطاف أبناء التجار كرهائن للحصول على مبالغ مالية. الغرفة التجارية في صنعاء التي أدانت التعسفات بحق التجار في وقت سابق تبدو أكثر صمتا في المرحلة الأخيرة التي تشهد فيها صنعاء استهدافا واسعا لأصحاب المحلات التجارية، وهو ما يفسره البعض بالجباية التي تنمو وقد تصل إلى النهب المباشر. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب من ينضم إلينا الآن من ماليزيا عبر سكايب الناشط السياسي دكتور فيصل علي. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا فيك وجيه. حياكم الله دكتور. إذن الميليشيا كل يوم تخرج لنا بقرارات على فئة معينة من المجتمع، اليوم هذه القرارات يعني تمثل إجراءات تضاعف معاناة الناس، آخرها أمس أتاوات على محلات الذهب. ماذا يريد الحوثيون من اليمنيين؟ لا سيدي الكريم، بانقلابهم المشؤوم سيطروا على مصادر القوة، على مصادر الدخل القومي اليمني، على مرتبات الموظفين، فلماذا لن يسيطروا على الذهب؟ من سيطروا على السلاح وسيطروا على السلطة يعني بشقيها السياسي والعسكري، سيطروا أيضا على أسواق المال. هم الآن يعني يقولون لهؤلاء التجار أنتم عندنا يعني تتاجرون في أرضنا
وهذه خيراتنا يجب أن تدفع ل يعني إتاوات أو للحروب أو ما شابه، أو لا يريدون الثراء على حساب التجار وعلى حساب استقرار أسواق المال والأعمال. الغريب أن ما زال أن هناك في صنعاء ما زالت تجارة الذهب قائمة بين هؤلاء يعني الهمج الذين سرقوا كل مقدرات الدولة وسرقوا كل مقدرات الشعب. الآن هم ينظرون للذهب ويسيل لعابهم. لماذا هذه المحلات يعني تعمل؟ هؤلاء يريدون أخذ هذا الذهب يعني لمصالحهم الشخصية تحت حجج الحرب ومقاومة العدوان كما يصفونه. نعم. نعم، طيب دكتور، دعنا نشك معنا في هذا الحوار الصحفي عبد الله السعيد الذي ينضم لنا عبر الهاتف من صنعاء لي يعني معرفة الجديد أو تفاصيل ما قام به الحوثيون. أستاذ عبد الله، ضعنا في صورة ما حصل لتجار الذهب في صنعاء، ما تفاصيل الموضوع لديك؟ أهلا وسهلا. ما زال الإغراق طبعا هو لحد اليوم مستمرا. أغلب محلات المتاجر الذهب في العاصمة صنعاء ألغت أبوابها احتجاجا على الضرائب التي فرضها الحوثيين، والتي تصل إلى نسبة ما يقارب 10% من أصل المال وليس من أصل الرأس كما أسلفتم في بداية التقرير. هذه طبعا 10% من أصل المال هي في شكل مبلغ كبير جدا، يعني ربما يعني في النهاية وصل الحد إلى أن تجار الذهب وجدوا أنفسهم في لحظة من اللحظات أنهم على وشك الإفلاس، وبالفعل فأغلب تجار الذهب هم عزفوا عن تجارة الذهب بسبب المضايقات وبسبب الوضع الأمني المتردي، وبال آخر ما حصل في الضرائب المرتفعة جدا والتي وصلت إلى 10% وهي تشكل من أصل المال، يعني وهي تشكل فارق كبير في مسألة تجارة الذهب، تؤدي إلى انهيار هذا القطاع الاقتصادي الهام جدا. وربما تجار الذهب لحد الآن هم غير مستعدين لهذا الحكي من الكمية التي فرضها الحوثيون. يعني الآن أصحاب المحلات لن يقوموا بإضافة هذه الضرائب على أسعار الذهب التي يبيعونها، لكنهم قرروا بمقابل هذه الخطوة عمل إضراب على العمل. تجار الذهب هم وجدوا أنفسهم أنهم إذا سمحوا لمصلحة الضرائب التابعة للحوثيين، إذا سمحوا لهم بأنهم يفرضوا عليهم نسبة 10%، فهو منفذ لتجاوز الحوثيين في البداية، ربما توصل إلى 20%، ربما توصل إلى 30%. هذا فضلا عن انهيار السوق، الحركة الشرائية في سوق الذهب إجمالا بشكل عام. الآن تجارة الذهب كما أسلفت هي مهددة بالانهيار تماما بسبب عوامل كثيرة، من أبرزها انهيار العملة المحلية وارتفاع سعر الصرف. يعني الآن سعر الجرام ما يقارب 20,000 ريال، يعني ربما يكون هذا بالكاد مرتب لأحد الموظفين العاديين في العاصمة صنعاء أشتري مراتبه. يعني من ناحية الحركة الشرائية في التجارة، في تجارة الذهب هي منهارة تماما، لكن التجار الذهب الآن هم يعني يحاولوا مع مصلحة الضرائب التوصل إلى تفاهمات معينة. بإمكانهم مثلا أنهم يحاولوا يستمر هذا القطاع الاقتصادي في الاستمرار، لأنه في النهاية هذا القطاع هو يشغل آلاف الموظفين، يشغل آلاف المحلات، يشغل آلاف الموارد المالية. من الصعوبة جدا نتخيل أنه يعني ما يقارب 10,000 موظف ربما يجدوا أنفسهم في لحظة من اللحظات بدون عمل وفي فترة البطالة، وهذا يشكل عبء كبير جدا. هذه نقطة مهمة. يعني طيب في هذا السياق كيف يبرر الحوثيون هذه الخطوة؟ هل هناك مستند قانوني يستندون إليه في سياق الحديث على فرض هذه الضرائب والأتاوات؟ المستند القانوني الذي يستند عليه الحوثيون هو طبعا قانون أصدره قبل أيام، هو تقريبا مرتبط بالقانون الذي فرضه النشاط قبل في ما يقارب 3 أشهر، في شهر مايو، في بداية شهر مايو بالتحديد، والذي هو والذي فرض على جميع السلع التجارية في اليمن ضرائب كبيرة، لكن من أبرزها هي تجارة الذهب. يعني تقريبا مصلحة الضرائب ترى أن هذا المجال يعطيهم يعني مبالغ كبيرة، وهم بالنهاية هم لا يعرفون يعني لو كانوا مدى
هذه التجارة مثلا مدر فيها في هذه التجارة مدر فيها في التجارة هذه بتصل إلى 500 ريال في الجرام، وهم الآن يفرضون على الجرام الواحد ما يقارب 1000 ريال. يعني صاحب المحل في لحظة من اللحظات ربما يبيع بخسارة، وهذا هم لا يقول لك يعني تاجر الذهب يقول أنا أغلق محلي أفضل من أن أستمر في هذا في هذا العمل إذا كان يسبب لي خسائر كبيرة. هم كما أسلفتهم يستجدوا إلى القانون الجديد الذي مرروه قبل أيام والذي صادق عليه رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي النشار، والذي فرض على كثير من السلع التجارية ضرائب كبيرة وضرائب تصل ما يقارب إلى 15% 20% في هذه الكمالية التي هي أصبحت الآن غير قادر التاجر وغير قادر المواطن اليمني على استيعابها. نعم، طيب في هذا السياق هناك من يتحدث على ضعف موقف الغرفة التجارية بصنعاء من هذا الأمر، هل يملك برأيك مسؤولو هذه الغرفة التجارية شيئا ليقفوا ضد قرارات الحوثي أو ضد تصرفات ميليشيات الحوثي بذلك؟ هو من منطقة طبعا رأس المال يبان، وخصوصا أن القانون ولا تعترف بالتفاهمات ولا تعترف بالتوصل الى نقاط اتفاق مع اي قطاع. هم الحوثيون معروف جدا انهم ربما يستخدمون القوه في فرض اي، يعني مثلا كان مندوب مقلعه الضرائب ينزلون الى المحلات التجاريه او محلات السحاب باشعارات ورقيه في البدايه، ثم يتطور الامر الى استدعاء للمكتب الرئيسي لمقلعه الضرائب. الامر مختلف الان تماما، يعني امس ما حدث هو انه مجموعه من مصلحه الضرائب نزلوا الى محل من محلات البيض والجوهرات ووصلوا الى مالك المتجر وقالوا له سنبدا بالجرد، سنبدا باحصاء لماذا تحصل مالك؟ قالوا لنفرض عليك ضرائب، يعني بداوا يعدوا النقود. طبعا على الفور هو أغلق متجره وتلا ذلك بقية التجار أغلقوا متاجرهم على الفور، لا لم يسمحوا لهذه الخطوة أن تمرر. لكن هم الآن تجار الذهب بالتحديد يسعون إلى فرض الإضراب هذا من أجل الضغط على مصلحة الضرائب في التوصل إلى نقاط تفاهم معينة ربما تكاد أنه يسمح لهم بالعودة مجددا إلى العمل مع هامش مثلا من فرض الذي من تطبيق الهامش من القانون الذي فرضه الحسين قبل أيام. أشكرك الصحفي عبد الله سعيد، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء على هذه الإيضاحات وإعطائك لهذا الرأي أيضا في سياق الحلقة. بالعودة إليك دكتور فيصل، يعني الحوثيون قبل هذه الخطوة قاموا بفرض أتوات على الصرافين، تجار الجملة، البنوك، شركات الاتصالات، هل هناك يعني هدف من قبل الحوثيين إلى قطع جميع الشرايين الاقتصادية بالنسبة للمواطنين اليمنيين، أم ماذا يريدون بالضبط من هذه الضرائب؟ في ضرائب الذهب كما تحدث الزميل عبد الله من صنعاء يقول انهم 10% من رأس المال، هذا يعني انهم يريدون ان يكونوا شركاء لهؤلاء التجار في رؤوس اموالهم، هذه اكثر من جبايه، الجبايه تكون باخذ شيء من المال، هؤلاء يريدون 10% وهذا رقم محدد وكبير على 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 التجار. بكل تأكيد هم يريدون يعني خنق مصادر التجارة كلها والاستحواذ على الأموال، لا يهمهم إن كان هذا السوق سينجح أو هذا السوق سيفشل. هؤلاء لا ننسى أنهم مجرد ميليشيات إرهابية خارجة من كهوف السلالة ومن غبار التاريخ، قادمين من يعني من كل ذرات التخلف في هذا الكون، يبحثون عن ما يملأ بطونهم، لا يريدون لا حكم ولا يهتمون لا بسياسة ولا باقتصاد، مهمتهم الأساسية هي القتل والسلب والنهب، وهذا ما توارثوه عن أسلافهم منذ يعني 1200 عام، وهم يسومون بعض مناطق اليمن سوء العذاب ويسومون أهلها سوء العذاب، يأخذون الأموال ويقتلون الناس. الآن إذا كانوا يريدون يحكمون فلماذا كل هذه يعني الإجراءات ضد مواطنين مستسلمين هم أمامهم؟ هؤلاء المواطنين لم يقاوموا لم يهربوا، الغريب أن تجار الذهب لم كما قلت سابقا تبقوا في صنعاء، كيف ويعني صاحب رأس مال يبقي أمواله أمام هؤلاء المتخلفين الذين جاءوا لنهب صنعاء وتحويلها إلى
مدينة مفتوحة، يعني لماذا لم يخشى هذا التاجر أو ذاك على ماله من البداية؟ وعلى كل هؤلاء التجار لا يعني لا علاقة لهم في قضايا السياسة ولا في قضايا الحروب، ومع ذلك هؤلاء الناس يقحمونهم ويحاربونهم في محلاتهم ويأخذون أرزاقهم وأقوات أولادهم. طيب، يعني في سياق أن الحوثيون الآن يفرضون هذه الضرائب على أصحاب الذهب، أصحاب الذهب بالمقابل يعني ليس فقط هؤلاء، هناك أيضا القطاعات الأخرى بطبيعة الحال يهددون بالإضراب، يهددون بوقف نشاطهم، بالتالي في لحظة من اللحظات لن يجد الحوثيون من يفرض عليه ضرائبا، إلى أين سيصلون في النقطة الأخيرة؟ إذا لم يحصلوا على ضرائبهم بوجه من الوجوه سينهبون هذه المحلات ولن يتورعون. نهبوا كل مؤسسات الدولة، ولا ما هذه مع مجرد 30 محل في الشارع الذي ذكرتموه في صنعاء، ربما ينهبونها ولا يبالون من الذي سيردعهم ومن الذي سيمنعهم. هؤلاء التجار الذين يتعاملون بطريقة طيبة، يعني إضراب ما إضراب، هم لا يتعاملون مع دولة، لا يتعاملون مع سلطة، لا يتعاملون مع نظام حكم، إنهم يتعاملون مع ميليشيات. هل ينفع الإضراب مع هذه الميليشيات؟ ربما يتطور الأمر إلى نهب محلاتهم. نعم. طيب، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور فيصل. أرحب بمن ينضم إلينا الآن من أنقرة، الباحث الاقتصادي حسام السعيدي. أرحب بك أستاذ حسام. خطوة جديدة يقوم بها الحوثيون بفرض أتاوات وضرائب على محلات الذهب في صنعاء في سياق الوضع الاقتصادي، ما الذي يعنيه ذلك؟ أهلا وسهلا بكم. الحقيقة هذه أنا أسميها إتاوات ولا أسميها ضرائب، لأنها تندرج ضمن عمليات النهب المستمر. هذه العصابة قامت بنهب الدولة وقامت بنهب البنك المركزي وأسلحة الدولة وإلى آخره، وبالتالي فهي لن تتوقف عن نهب أي شيء. وربما الذهب يعني يسيل لعاب العصابة، لأنه ربما يعني يمثل بالنسبة لهم صيدا كبيرا يتم نهبه بالحقيقة تحت مسميات مختلفة. اقتصاديا الأمر كما قلت لك هي عملية نهب واسعة ومستمرة، بالإضافة إلى نهب أصول البنك المركزي، تم من قبل مثلا القبض على سبائك ذهب كان يتم تهريبها عن طريق قيادة حوثية حوالي 12 سبيكة ذهبية. فالذهب يغري العصابة دائما، ويحاولون سبق هذه الإجراءات الأخيرة، سبق إجراءات مماثلة في محافظة إب مثلا، وتم إغلاق العديد من محلات الذهب بحجج مختلفة. وبالتالي أنا في تصوري هذه القضية ليس لها علاقة بالضرائب ولا ليس علاقة لها بأي إدارة اقتصادية، هي فقط عملية لنهب المزيد أو يعني الحصول على المزيد من الموارد لتغذية الحرب والمجهود الحربي، في عملية مستمرة ومتواصلة لتغذية الحرب الهاشمية الحوثية التي يقومون بها ضد الشعب اليمني، وضمن عملية التجويع المستمر. وبالتالي أي قطاع ما زال لديه سوق، رغم أن السوق صعب ويعاني من مشاكل عديدة خاصة سوق الذهب، يعني مع قلة في الإقبال في مثل هذه المواسم، عادة يكون الإقبال على الذهب مرتفع جدا، ولكن مع الأسف في هذه السنوات أو السنوات القليلة الماضية الإقبال ضعيف جدا، والآن سيكون الأمر صعبا جدا. نتوقع أن يتم إغلاق بعض محلات الذهب والعديد منها. الذي لن يخضع لهذه الإتاوة سيتم إغلاق محله واستبداله بمحل أو بمعرض لتاجر هاشمي، وهكذا حتى يستحوذ الهاشميون على مجمل النشاط الاقتصادي كما سبق وأن فعلوا بما يتعلق بالنفط وغيره من الأنشطة الاقتصادية. فالعملية هي عملية إحلال، إلى جانب أنها عملية نهب منظم فهي عملية إحلال لتجار أو لشخصيات ونافذين موالين للعصابة الحوثية. هذه هي قراءة تقريبا الأولية للمشهد. طيب، برأيك الآن خطوة التجار التي قاموا بها هي الإضراب عن العمل، هذا يريده الحوثيون يعني باعتبار أن ما تفضلت به أنهم يريدون في خطوة من الخطوات أيضا إحلال تجار آخرين، هل مسألة الإضراب تخدم الحوثيين أكثر مما تضرهم، أم أن هذه الخطوة مطلوبة في سياق التعاطي ورد الفعل أمام هذه الأتاوات التي تفرضها الميليشيا؟ شاهدنا من قبل بعض عمليات الإضراب، مثلا عند فرض نقاط جمركية جديدة في مداخل العاصمة صنعاء والمناطق التي يخضع لها أو تخضع لسيطرة الحوثيين، ولكنها لم تؤتي وكلها. الحقيقة أنا في تصوري أن هذا الإضراب سينكسر، كما قلت لك سيظهر هناك تجار آخرين وسوق سوداء أخرى، من أجل يصبح حينها التاجر أو بائع الذهب
أو سائق الذهب مضطرا إلى أن يعود لعمله أو يتم مصادرة أو يتم يعني يبقى معرضه مغلقا وبالتالي يفلت. وأيضا يتم إرغامه على دفع الزكاة إذا ما ظل المتجر مغلقا. وبالتالي في تصوري ربما تكون هناك بعض المفاوضات ويتم تخفيض هذه المبالغ أو النسبة قليلة بشكل ضئيل جدا، لكن في النهاية الحوثيين أو العصابة لديها هدف وهي أن تأخذ جزء ونصيب من أموال هؤلاء وستأخذه بالفعل، تأخذه بالقوة، لأنها إذا كان الأمر مرتبط بعمل مدني سواء عصيان مدني أو إضراب إلى آخره لما كانت هناك مشكلة أصلا على الحوثيين. هؤلاء لا يعترفون بالعمل المدني ولا بأي عمل اقتصادي، فقط هم ينفذون ما يريدونه بقوة السلاح وبالرصاصة، وفي تصوري سيعملون كل ما بوسعهم من أجل الحصول على هذه الأموال. طيب دعني أنقل هذه النقطة إلى دكتور فيصل علي معنا من ماليزيا. دكتور فيصل، في هذا السياق يعني حديث عن نقطتين تحدث بهما الأستاذ حسام حول مسألة إحلال تجار آخرين لهذه التجارة وهذا النوع من التجارة، وكذلك مسألة أن الحوثيون يحاولون يعني التضييق على الناس بشكل أكبر في معركتهم ضد اليمنيين. إلى أي مدى يمكن لليمنيين أن يواجهوا الحوثيين في هذه المسألة؟ يا سيدي الكريم، عمدة الهاشمية السياسية خلال تاريخها السيء إلى يعني التعالي على المجتمع اليمني من خلال أربع تفضيلات: التفضيل الديني والتفضيل السياسي والتفضيل الاقتصادي. التفضيل الاقتصادي هذا هو الذي يمنحهم الخمس ويمنحهم فرض الإتاوات ويمنح فقهاءهم الميزان يعني الإدلاء بفتاوى لأكل أموال الناس بالباطل. هذا يعني يعتمدون على هذا التفضيل ليساندوا أنفسهم في يعني الحصول على الموارد كي يستمروا في حكم البلاد. ما زالوا اليوم يتعاملون بنفس نظرية يعني بنفس ما قام به الهادي وأسلافه من ولاة الهاشمية السياسية في اليمن، فرض الإتاوات وفرض القبايات. أخذوا أموال اليمنيين على مر الزمن، أخذوا يعني قاسموا المواطنين في مختلف المناطق التي سيطروا عليها، قاسموهم الماء والزرع والضرع، حتى أنهم كانوا يدفعونهم يعني أموال يطلقون عليها زكاة على بعض المواشي، غنمة أو غنمتين أو شيء من النحل، أخذوا من اليمنيين يعني ما استطاعوا أخذه. اليوم يمارسون نفس السياسة ويمارسون التضييق على هذا الشعب، يضللون الناس بأنهم سلطة أمر واقع وأنهم ولاة أمر ولديهم من الأدلة التي يستخدمونها، الأدلة الدينية، لديهم نسخة مزيفة من الإسلام يعني يمنحون بها أنفسهم أخذ أموال الناس، ويستدلون بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، ويعتقدون أنفسهم قرناء القرآن أو كما يسمون أنفسهم قرناء القرآن ليأخذوا أموال الناس، ولديهم أدلة شرعية كما سوغ لهم فقهاء الطائفة الضالة، هذه الطائفة الضالة. اليوم سيضيقون على اليمنيين في المجالات الاقتصادية يعني في المناطق التي يحكمونها، وهم في المناطق الأخرى ينهبون ويسلبون ويقتلون كل منطقة دخلوها، فعلوا من الفواحش ما يعلمه الله. الآن تبقى لهم هؤلاء يعني هذه المناطق وهؤلاء المواطنين يسومونهم سوء العذاب، يأخذون أموالهم ويأخذون أولادهم إلى المعارك. هؤلاء التجار اليوم يحتاجون تدخل الحكومة، تدخل الشرعية، سرعة إنقاذ هؤلاء الناس. ما ذنب هؤلاء التجار وغيرهم؟ ما ذنب المواطنين الذين يعني ينتظرون تحت رحمة هذه الميليشيات؟ وهذه الأسئلة من يعني يفترض أن يوجهها الشارع اليمني أو توجهها النخب إلى الشرعية وإلى التحالف الذين ما زالوا على أسوار صنعاء يعني ولم يصلوا لإنقاذ الناس. نعم طيب، هذا يدفعني إلى التساؤل وأنقل هذا التساؤل إلى أستاذ حسام. هل يتأثر أستاذ حسام السعيدي، هل يتأثر المواطنون
خارج مناطق سيطرة الحوثيين اقتصاديا بهذه الإجراءات التي يقومون بها الميليشيا في داخل مناطق سيطرتهم، باعتبار أن الحديث عن الاقتصاد بداخل الدولة هو اقتصاد مترابط في نهاية المطاف؟ نعم، هذا الأمر ملاحظ، أن معظم الأنشطة الاقتصادية مترابطة، وربما هذا يفسر أن العديد من الأنشطة الاقتصادية في اليمن تتسم بصبغة عائلية، فتجد الشركات والمتاجر وإلى آخره تتبع يعني عائلات معينة أو أشخاص معينة، أي أنها لا تتمتع بانتشارها الجغرافي باستقلالية معينة، وبالتالي فإن التجار الذين يمتلكون فروعا في مناطق مختلفة سيحاولون إلى حد ما تعويض خسائرهم عن طريق رفع الأسعار إلى حد ما. وهذا الأمر ربما ملاحظ يعني في الكثير من الأنشطة التي تم فرض تعريفة عليها أو تاوات عليها في صنعاء، كانت الأسعار تتأثر أيضا في عدن وفي بعض المناطق المختلفة ما عدا تلك التي يعني تشرف عليها الحكومة بشكل مباشر. وبالتالي أنا في تصوري نعم سيحدث مثل هذا التأثير، ولكنه أيضا ربما يعني في حال تم تطبيقه بهذه النسبة الكبيرة، الحقيقة نسبة كبيرة جدا، ربما يعني إذا سنحت الفرصة للتجار بالذهاب إلى مناطق الأخرى سيتم نقل ينقلون ذهابهم ويذهبون إلى المناطق المحررة. لكن المشكلة أن الحوثيين سوف يصادرون عليهم هذه المجوهرات والذهب بشكل عام، لأن نقل الذهب أمر بالغ الصعوبة. وبالتالي في تصوري نعم سيحدث هناك تأثير في الأسعار، ربما لن يكون مماثلا لما سيحدث في صنعاء، لكن في النهاية سيحدث تأثير. نعم أستاذ حسام السعيدي، كنت معنا عبر الهاتف من أنقرة. وقبل العودة إليك دكتور فيصل، نذهب والسادة المشاهدين إلى فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أجدد الترحيب أيضا بضيفي من ماليزيا الدكتور فيصل علي. دكتور فيصل، اليوم اليمنيون يعرفون مصطلحات مثل الانتخابات الديمقراطية، الحكم الرشيد إلى آخره، تعمقوا كثيرا، باتت وسائل التواصل الاجتماعي تتيح للناس معرفة كثير من المفاهيم وكيف يعيش الناس في أماكن أخرى. على ماذا يراهن الحوثيون باستمرار السلوكيات التي تنغص معيشة الناس برأيك؟ يعتمدون على كمية أو على حجم التخلف المتبقي لدى اليمنيين، سيطروا على مناطق، وللأسف الحكومات المتعاقبة منذ 62 إلى اليوم ظلت بعيدة عن تنمية هذه المناطق ولم تقم يعني بالاهتمام بها ومنحها الحق بالتعليم كي يعني كي تزيح عنهم أسباب وترسبات التخلف الذي أحدثته هذه السلالة التي تدعي الحقية بحكم اليمن. ما زالت هذه المناطق أيضا إلى اليوم يعني ترزح تحت حكم هذه الميليشيات، وسرعان ما أن شاهدت هذه الميليشيات يعني تخرج للوجود معلنة وجود إمام أو وجود ولي وهو عبد الملك الحوثي، سرعان ما استجابت هذه المناطق بحكم أنها زيدية. هذه المناطق مورثة في حقها التضليل والتجهيل، التخلف ما زال كبيرا، إلا لماذا هذه القبائل ترسل أبنائها للمقاتلة مع هؤلاء الناس؟ تعتمد جماعة الحوثي على كما قلنا كمية التخلف على بساطة الإنسان في مناطق تواجدهم. هؤلاء الناس يعني يمثلون ثروة بالنسبة للحوثي، يتاجر بدمائهم ويرسل أبنائهم إلى المعارك ليحترقون، بينما هو وأنصاره يا إما في الطيرمانات يا إما في الكهوف. السلالة تتحكم بكثير من القبائل وترميهم يعني في أتون هذه الحرب. لا يستطيع الحوثي أن يراهن على ما هو أبعد من التخلف. الشعب اليمني ليس هو المتواجد فقط في هذه المناطق، وفي هذه المناطق نؤكد أن هناك كثير من الشعب اليمني من يرفض هذه
الميليشيات ولكنها الظروف التي أجبرت على البقاء تحت هذه الصوت الجائرة. الشعب اليمني لا يمكن يعني أن يستسلم لمثل هذه الخرافة ولمثل هذا الضلال ولمثل هذا التخلف. الآن كما تعلمون تمت مقاومتهم في كثير وفي عديد من المناطق، ما زالت بعض المناطق ترسح تحت حكمهم لكنها ستتحرر. ما يساعدهم على البقاء اليوم أيضا هو تخاذل التحالف وتراخي الشرعية في إطار المعركة بمواجهة الانقلاب. نعم طيب دكتور، دعنا نشك معنا في هذا الحوار الدكتورة أروى الخطابي الباحثة في التاريخ اليمني التي تنضم لنا عبر الهاتف من ألمانيا. أهلا وسهلا بك دكتورة معنا في المساء اليمني. الحوثيون إذن يفرضون أتوات جديدة على تجار الذهب هذه المرة، التجار بالمقابل ينفذون إضرابا عن يعني منذ الأمس احتجاجا على هذه التصرفات من قبل الحوثيين، كيف تتابعين هذه الخطوات؟ أولا مساء الخير. ثانيا هذا شيء مؤكد، الحوثيين لن يتوانوا عن فرض المزيد من الأتاوات والضرائب والجمارك وكل أنواع المصادر التي تعود عليهم بالدخل. هم لا يهتموا بأي ضرر قد يحدث للبلد، هم بيهتموا بجمع أكبر قدر من الأموال. بالتأكيد حتى لو أضربوا الناس أو حتى لو أضربوا تجار الذهب أو حتى تجار الطماطم لن يتوقف الحوثيين عن جمع الأموال. طيب كل فترة يبتكر الحوثيون إجراء تعسفي جديد في محاولة كما يبدو يعني محاربة الناس في أرزاقهم، إلى أين يمكن أن يصلوا في هذا الأوضاع في سياق قراءة تاريخية لما قام به الإماميون من قبل؟ الواقع أننا كتبت الدكتوراه عن النظام المالي للإمام أو للإمامة من سنة 1918 إلى 1962، وفي الحقيقة أنهم كان وظيفتهم الأساسية هي إفجار الشعب، تحويل كل موارد الدولة إلى خزينة الإمامة والتي كانت ظلما وعدوانا تسمى بيت المال، ولكنها في الحقيقة كانت بيت مال الحوثي أو بيت مال الإمام. لم يكن لليمنيين فيها شيء يذكر، وعندما قامت ثورة 26 سبتمبر الخالدة كان الشعب اليمني في أقصى أوضاعها الاقتصادية، إلى درجة أنه كان العالم قد صعد إلى الفضاء واليمنيين لا يعرفوا شكل الملعقة، يعني حاجة رهيبة بسبب إفجار الشعب اليمني. الحوثيين يسيروا بنفس النهج، على نفس النهج، هي الإفقار. الإفقار يسمح لهم بالحكم، الإفقار يسمح لهم بالتمدد بتجهيل الشعب وبالتالي بالتمكن والسيطرة، لذلك لن يتوانوا عن إفقار الشعب، والشعب الفقير لا يستطيع أنه يحرر نفسه، لذلك الجهل والفقر والمرض هذه سياسة إمامية. طيب يعني في نهاية المطاف في الماضي انتهجوها في الماضي سياسة الإفقار، انتهجوها في الماضي وينتهجوها الآن، وإذا استمروا سينتهجوها في المستقبل. هم لا يهتموا بالشعب اليمني، هم يهتموا فقط بالبقاء في الحكم، حتى لو كلف هذا أن يموت كل من تحت سيطرتهم ويبقوا هم فقط في الحكم. يعني هي هذه النقطة في نهاية المطاف، إذا ما يعني فنيت أو استمر سحب الحوثيين لمقدرات الشعب اليمني ولأموالهم، ما الذي سيبقى لهم ليحكموا بداخل اليمن؟ يعني كيف يمكن أن يعني تستمر يستقيم لهم الأمر؟ نعم لا يموت، هو لا تموت الشعوب ولكنها تبقى تحت سيطرة الفئة الحاكمة. هم سيتركوا للشعب يعني خيط بسيط لا يسمح للشعب بالموت بحيث يفنى تماما، ولا يسمح لهم بالحياة بحيث يستطيعوا الثورة. وهنا الخطورة، هنا الخطورة، استمرارهم في هذه السياسة الإجرامية، إعطاء خيط من الحياة بحيث أنه لا يستطيع الشعب أن يثور عليهم ولا يستطيع أن يعيش حياة طبيعية كما تعيشها بقية الشعوب. وهذا ما حصل في عهد الإمامة الأولى، وهذا ما يحصل الآن في عهد هذه الإمامة السيئة جدا.
طيب ألن يدفع هذا الأمر في نهاية المطاف البلاد إلى نوع من الانغلاق باعتبار أن اليمني في هذه اللحظة التي لا يستطيع فيها حتى أن يعيش لا يستطيع أن يتعامل مع العالم في لحظة أنه لا يقدر على تحصيل قوته اليومي في نهاية المطاف؟ اليمن عاشت عزلة تامة في عهد الإمامة، اليمن عاشت عزلة مطلقة، ليست عزلة مطلقة، فلم يكن يسمح لأحد بالدخول إلى اليمن إلا بأمر إمامي خطي من الإماء، وعندما يصل أحدهم وهم يعني وربما يكونوا بعدد أصابع اليدين أو أقل خلال أكثر من 50-60 سنة منذ 1918 حتى 1962، عدد محدود جدا الذين وصلوا إلى اليمن وكانوا يعودوا إلى أوطانهم ويكتبوا عن مآسي اليمن، كانوا يكتبوا كتب فيها مآسي لا تحصى عن الأوضاع وعن الأوضاع الاقتصادية المتردية، عن الأوضاع الاجتماعية المتردية، ولذلك الإمامة حرصت على عزل اليمن، وهذا ما عمله الحوثيين أيضا. يعني أصبحت اليمن خالية من كافة البعثات الأجنبية، البعثات الدبلوماسية، الصحفيين، المراقبين الدوليين، لم يعد في اليمن أحد. اليمن أصبحت فعليا أصبحت مقفلة، أصبحت معزولة، وكما نرى حتى الإعلام العالمي أصبح يتجاهل اليمن. يعني الألمان على سبيل المثال لا يعرفوا ماذا يحدث في اليمن، لا يعرفوا على الإطلاق، وإذا وجدت واحد أو اثنين يعرف الشيء اليسير هم يقولوا نحن لا نعرف ماذا يحدث في اليمن، لأن اليمن أصبحت مغلقة، والإعلام الغربي لا يتكلم عن اليمن. والحوثي في هذا المجال المغلق هو يعني سعيد، وسعيد جدا، لأنه يستطيع التصرف كيفما يشاء دون أن يحاسب ودون أن يعاقب، وفي ذات الوقت لديه منظمات دولية كثيرة تدافع عنه في الخارج وتمتح جرائمه، وهنا أيضا خطورة أخرى، يعني اليمن مفتوحة أو اليمن أصبحت فيها معزولة عن العالم، ولكن يوجد منظمات حوثية خارج اليمن تطهر الحوثي وتغسل جرائمه، وهنا جريمة مزدوجة، لا أحد يستطيع أن يدخل اليمن، وفي نفس الوقت يتلقى معلوماته من منظمات داخل اليمن تتبع الحوثي، ولك أن تتصور إلى أي وضع أو أي حالة ممكن يصل الشعب. طيب في هذه النقطة دكتورة أروى دعيني أسأل الآن. نعم دعيني أسأل دكتور فيصل علي، يعني ما هو هذا الأمر، يعني ما هي هذه الميزة أن يعني يسيطر الحوثيون ويحكمون لشعب ليست لديه هذه القدرات الاقتصادية بعد استمرار إفقار الحوثيين له، وأيضا شعب ليس يعني إذا ما وصل الأمر به إلى هذه الحال غير قادر بالتالي على التعليم، وكما إذا ما تكررت التجربة الإمامية سيكون شعب معزول، ما هي الحظوة والميزة التي يمكن للحوثيون أن يتغنوا بها أو أن يقولوها، أم أن هذا أمر مقبول بالنسبة لهم في هذه الثقافة؟ يا سيدي الكريم، هؤلاء منبوذين من جميع الأقطار وأتوا إلى اليمن كمتسولين، لكن الظروف ساعدتهم، وأيضا أتفق مع ما قالته الدكتورة أروى من اتباعهم لسياسة الإفقار، إفقار الشعب اليمني هو كان الطريق إلى التخلف، وهذا ما أبقاهم في الحكم فترات، ولكن ومع كل ما سبق حتى في الفترات الأكثر فقرا وبؤسا في اليمن كانت هناك ثورات ضد هؤلاء يعني القادمين أو القادمون من خارج البلاد. كانت ثورة 62 هي امتداد لسلسلة من الثورات قام بها الشعب اليمني سواء على المستوى الفكري أو على المستوى الثقافي أو على المستوى العسكري، كان يعني لم تهدأ تلك المناطق وظل الناس يقارعونهم منذ البداية، يعني أبو الحسن الهمداني، نجوان بن سعيد، القاضي الشوكاني وغيرهم، إلى أن وصلت الأمر إلى 48 و62، واليوم نحن في 2000 من 2015 الشعب اليمني يقاوم هذه الشرذمة وهي لن تحكم. في هذه النقطة حظوتهم في يعني هم يفرحون بالشعب اليمني لأن هناك من يستجيب لهم، استطاعوا أن يخدعوا الكثير من الناس أنهم أتباع المذهب الزيدي، بينما المذهب الزيدي لم يدخل اليمن مطلقا، ما دخل اليمن هو المذهب الهادوي ومتسترا بستار المذهب الزيدي،
وهذا المذهب استطاع أن يقنع الناس أنهم زيود من حيث يعني التدين أو من حيث المنطقة الجغرافية، وهذا يعني كان يحتاج الكثير من الجهود في عهد الثورة وفي عهد الجمهورية. طيب في سياق الوضع الآن دكتور فيصل، استمر يعني حتى وصلنا إلى هذه النقطة. نعم في سياق الوضع الآن، وما الذي يمكن لليمنيين أن يقومون فيه؟ أتسأل وأنقل هذا التساؤل للدكتورة أروى، ما الذي يمكن لليمنيين فعله أمام يعني التصرفات الحوثية المستمرة في سياق إفقار الشعب وفرض الإتاوات والجباية عليه، وفي سياق سياسة ما يبدو أنه تجهيل ووضع اليمن في عزلة في القرن الحادي والعشرين؟ هل السؤال لي أم للدكتور؟ نعم لك دكتور أروى. الواقع الحوثي لن يتوقف عن فرض الإتاوات وعن تفعيل السوق السوداء وعن إفقار الشعب. الآن الكرة في ملعب الشرعية، الشرعية لابد أن ترسم خطة دقيقة لإنقاذ الشعب من أجل الحفاظ على الشعب والحفاظ على شرعيتها. الحوثي لا يهتم بالشعب اليمني، الحوثي لديه مشروع واحد وخط واحد مستقيم، وهو البقاء الحكم والبقاء في الحكم. لا يهمه من مات، لا يهمه من عاش، لا يهمه من استمر، لا يهمه من تعوق أبدا، يهمه شيء واحد هو الحكم والحكم فقط. القضية تتعلق الآن بالشرعية، على الشرعية أن تبني صورة جميلة في الأماكن التي حررتها، وعلى الناس المتعلقين بالشرعية ليس فقط عبد الرب ومنصور هادي، ولكن جميع القوى السياسية التي ترتبط بالشرعية اسما وفعلا، عليها أن تنهج نهجا إنسانيا قويما في بناء دولة ذات مؤسسات في المناطق المحررة، تقنع الشعب إنه الحل هي الدولة، الحل هو الشرعية، الحل مع النظام والقانون وليس مع الحوثي وليس مع الإمامة، الحل مع الجمهورية، الحل مع الدستور، الحل مع دولة لها مؤسسات يعني يعمل فيها ناس تكنوقراط، يعمل فيها حكومة بخطة دقيقة. أما إنه بهذا الوضع اللي نحن فيه، لا شرعية يعني استطاعت أن تفرض قوتها على الأرض، ولا الحوثي سيستمر سيتوقف، الحوثي لن يتوقف إطلاقا، ولكن على الشرعية لا. الآن الشرعية هي التي هي المناط بها القيام بمواجهة هذه الخطوات. نعم المرتبات، أول شيء المرتبات شيء أساسي في حياة الناس، لمدة عامين الناس لم تستلم مرتباتها وتوجد أموال، ولكن يوجد فساد في الشرعية، وأنا أقولها بكل صدق حتى لو اعترض من اعترض، يوجد فساد في الشرعية. ولو كان الأولى بالشرعية أنها تقنن وتبحث عن قنوات لإيصال مرتبات إلى الناس في كل مكان، كان الناس سيذهبون إليها حتى لو لم يستطيعوا، وكانوا تحت ضغط الحوثي سيعملوا أي شيء للوصول للشرعية لأنها هي الدولة. لذلك أنا لا أعول على الحوثي إطلاقا ولا أجد فيه أمل ولم يتنازل. إذن هو دور الآن للشرعية وللشعب اليمني أيضا من خلفها. شكرا جزيلا لك دكتورة أروى الخطابي الباحثة في التاريخ اليمني، وكذا لك دكتور فيصل علي كنت معنا عبر سكايب من ماليزيا، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحيات الزميل أسامة عادل والزميل محمد المقبلي وجميع العاملين في طاقم العمل الفني، إلى اللقاء.